أخبار اليوم. أذكر مصطلح علمي، دليل يكون لونه أصفر في الوسط الحامضي وأزرق في الوسط القلوي. دليل إيه ده؟ إيه الأدلة دي؟ كواشف. طب إيه الكواشف؟ عبارة عن أحماض وقلويات ضعيفة يتغير لونها حسب الوسط. أنا عاوز الدليل اللي لونه أصفر في الوسط الحامضي وأزرق في الوسط الإيه؟ في الوسط إيه؟ أو بيكون إيه؟ أزرق في الوسط القاعدي وأصفر في الحامضي، اسمه إيه؟ اسمه أزرق بروموسيمول. الدليل ده يسمى أزرق بروموسيمول. طب الجذر التربيعي لحاصل ضرب ثابت تفكك خلاص أنا عرفت مش هكمل، ده قانون استفال. قلت تفكك قانون استفال، حمض ضعيف في يعني ده ثابت تفكك حمض ضعيف في تركيز هذا الحمض الضعيف، يبقى أنا عندي الكي اي ثابت التفكك أو ثابت الالتزام بيساوي الجذر التربيعي لألفا تربيع في سي. يبقى الجذر التربيعي الحاصل ضرب ثابت التفكك في إيه؟ تركيزه ثابت اتزان الحمض الضعيف. مجموع جهدي الأكسدة والإيه يا جماعة؟ والاختزان لنصفي الخلية الجلفانية، ده يسمى القوة الدفعة الكهربية، قاف دال كاف. يبقى ده اسمه أزرق بروموسيمول، هنا إيه؟ كي إيه ثابت الاتزان قوة دفعة إيه؟ كهربية. نتابع مع بعض نوعية صغيرة من الأسئلة المتوقعة في الامتحان. قول لي اكتب الصيغة البنائية لكل من. عاوز اكتب صيغة البنائية للسوربتون، مادة كيتونية عديدة هيدروكسيل، 2 فينايل بروبان، 3 ميثايل، 1 بنتين. صيغة بنائية للسوربتون ده كحول عديد الهيدروكسيل في 6 او اتش، مادة كيتونية كيتون عديد الهيدروكسيل، واحنا عندنا طبعا اللي هو الفركتوز، فركتوز مادة كيتونية عديدة الهيدروكسيل، 2 فينايل بروبان مهم جدا بروب، 3 كربون، فينايل حلقة بنزين، ان كله احادي، ده سهل يا استاذ، 3 ميثايل 1 بنتين. تعال نتعرف على الصيغ الجميلة اللي معايا دي ونعرف منها بعض الاجابات النموذجية اللي معانا ل الصيغ البنائية. طبعا زي ما شايفين كده مع بعض اهي دي الصيغة البنائية للسوربتول كحول عديد الهيدروكسيل، ده يسمى سوربتول كحول عديد الهيدروكسيل OH 2 3 4 5 6. معايا بعد كده الفركتوز، الفركتوز CH2OH COO كيتونو CHOH by 3 CH2OH، ده يعتبر فركتوز مادة كيتونية عديدة الهيدروكسيل، 2 فينايل 2 فينايل بروبان 2 فينايل بروبان. نشوف مع بعض باقي السؤال اللي معانا بعد ما شفنا السير البنائية اللي كانت موجودة ونتعرف عليها. عندي السير البنائية، تركز في التكافؤات كويس جدا عشان ما تغلطش فيها. عندي مركب اهو التالت ده عبارة عن ايه؟ المركب ده هنا 1 2 3 4 5 يبقى ده بين رابطة ثنائية بنتين، في الذرة الأولى الرابطة الثنائية يبقى 1 بنتين. أنا سامعك بتقول لي مش لازم أكتب الواحد، ماشي طالما في الأولى، لكن في الثانية الثالثة لا، 1 2 3 فيها ميثايل يبقى 3 ميثايل 1 بنتين، 3 ميثايل إيه يا ولاد؟ 1 بنتين، 3 ميثايل 1 بنتين. لما نيجي نتابع مع بعض الإيسيلين، الإيسيلين جيلايكول عندي، الإيسيلين جيلايكول 1 2 ثنائي هيدروكسي إيسان، ده اسمه إيسيلين جيلايكول. عاوز الاسم الإيه بالأيوباك للإيسيلين جيلايكول، يسمى 1 2 ثنائي هيدروكسي إيسان. الكاتيكول اسمه ايه؟ 1 2 ثنائي هيدروكسي بنزين، ده يسمى الكاتيكول او الاسم اللي موجود عندي بيه الايوبيك.